اخبار اليوم. معالي المستشار مرتضى منصور، مرحب بيك معانا ببوابه اخبار. اهلا وسهلا، سنه حضرتك طيب ورمضان كريم يا كابتن. طيبه، وكل المصريين والعالم العربي والاسلامي طيبين بمناسبه شهر رمضان، شهر الانتصارات، عاشر من رمضان. ده بيفعل بس الشباب يفتكر اللي بيشتم جيش بلده، اللي في العاشر من رمضان سنه 73 في شباب في سنكم ضحى وما خافش من النبلم، ما خافش من الساتر الترابي اللي كانت اسرائيل عاملاه، واقتحم كل هذه الحصون، وبسبب الابطال اللي مش عاجبينهم دلوقتي بيشتموهم اتحررت سينا. فعايز اقول الحمد لله، ربنا يوفق بس بلدنا تطلع من عنق الزجاجه. عندنا قضيتين مهمين جدا، قضيه التنميه الاقتصاديه، وتنميه مش هتبقى في تنميه الا اذا كان في سياحه واستثمار، وعايزين قضيه الارهاب ان شاء الله ربنا يوفق البلد دي. ودينا شفنا امريكا امبارح مات فيها 60 واحد، محدش اتكلم، قال لك ده حادث ارهابي، لكن لو عندنا ولد اجنبي بس ضفره اتعور يا نهار ابيض، الراجل المتوتر على طول بتاع الامم المتحده دون ويطلع كيري يبقى بوش بوش طول ده يقرفنا. طيب ما احنا عندنا عندكم في العالم كله، في فرنسا حصل وبلجيكا حصل، في كل دول العالم بيحصل الارهاب، لكن مين اول دوله نبهت العالم للارهاب؟ هي مصر. الارهاب دي على فكره ده بقى لغه مقرفه عالميه، مش مصر بس. انت بقى حارمني من السياحه وخايف تيجي الطيران هنا وخايف. طب دلوقتي ما حدش يروح امريكا عشان واحد مجنون راح ضرب قنبله قتل 60 واللي حصل في فرنسا؟ لا، الارهاب ده في كل العالم. عايزين تقضوا على الارهاب، حطوا ايديك في ايدين مصر. اول دوله تنبهت للارهاب، اول دوله اتكلمت عن الارهاب، اول دوله قالت للعالم انسوا خلافاتكم، انسوا الايديولوجيات بتاعتكم، انسوا ديانتكم. افتكر حاجه واحده، في ارهاب، وعلى فكره الارهاب لا بيفرق بين مسلم ومسيحي ويهودي. هو اللي اتقتلوا دولت في امريكا امبارح او اول امبارح، ما ممكن يكون في مسلم ومسيحي ويهودي. الارهاب ما بيعرفش دين، ما بيعرفش لغه، ما عندوش قلب اصلا، لكن هم في النهايه بيحاولوا يشوهوا الاسلام. الاسلام لا يشوه، لكن هم بعض المسلمين المجرمين هم اللي بيتشوهوا اسلام. ان ربنا سبحانه وتعالى لما قال لسيدنا محمد عليه الصلاه والسلام ما قالوش روح اقتل ولا اضرب، قال له ايه؟ انت مبشر الاول، مبشر، روح بشر الاول بالدين، وهي في الاخر قال له انت نذير. فانا بقول يعني دي مناسبه، احنا في رمضان عايز افوق بس بعض الشباب اللي بيشتم جيش بلده، بقول له جيش بلدك ده اللي في اكتوبر اللي في 10 رمضان سنه 73 حرر ارضك من العار، من الذل اللي احنا كنا فيه. ارفع راسك فوق وقول انا مصري، واعتز بجيش بلدك، وبطل قله ادب، قله ادبك على جيش بلدك او قضاء بلدك او شرطه بلدك لسبب بسيط جدا. حضرتك بتبقى نايم او بتسحر او بتفطر وفي عسكري واقف في الشارع بيحميك، حضرتك نايم وفي ضابط وعسكري على الحدود ممكن يعمل له كمين يضربه برصاص او دبابه او اي حاجه تفرقع. فبقول للاسف شديد الواحد احيانا بيحزن من بعض الشباب اللي هو عمال يخرب، بعض الجماعات اللي بتشمت في اي حاجه بتحصل في مصر. طياره وقعت، العالم كله بيقع في طيارات، ارهاب، العالم كله فيه ارهاب، لكن واضح ان مصر مستهدفه. وبقول عشان كده شعب مصر فوق، شعب مصر انت لو وقعت مصر يقول لك ايه؟ كل شيء يقول لك العراق وسوريا وليبيا، ما هو ده اللي قدامنا فعلا. وخاصة احنا عندنا ستاتنا لا تقبل الذل والعار، ستات يعني انا اسف يعني، وربنا يوفق شعب سوريا وستات سوريا ترجعوا وشباب سوريا واطفال سوريا.